مرحبا، مساء الخير. يسرني اليوم أن أخبركم باقتراب صدور الترجمة العربية التي قمت بإنجازها لبحث المفكر اليوناني نيكوس بولونزاس، وهو البحث المعنون ب Nature des choses et droit essai sur la dialectique du fait et de la valeur. الحق وطبيعة الأشياء، بحث في جدل الواقع والقيمة. ستصدر هذه الترجمة العربية في كتابين. الكتاب الأول هو ينقل إلى اللغة العربية القسم الأول من الدراسة التي أنجزها بولونزاس، وهذا القسم معنون بأنطولوجيا الحق. أما الكتاب الثاني فهو ينقل إلى اللغة العربية الجزء الثاني من دراسة بولونزاس، وهو الجزء المختص بعلم الاجتماع القانوني. ستصدر هذه الترجمة العربية مع مؤسسة دار ابن رشد للنشر والتوزيع. الكتاب الأول والذي سيصدر مع نهاية هذا الشهر وسيكون متوفر وموجود في معرض الكتاب ببغداد في شهر ماي، يعالج قضايا أنطولوجيا الحق، ويناقش فيه بولونزاس التصورات الظاهراتية الوجودية الهيجيلية والماركسية بخصوص الحق وبخصوص مشكلة الواقع والقيمة من أجل تجاوز الثنائية التي أقحمها كانط في تاريخ الفكر القانوني وأيضا في تاريخ الفكر الفلسفي بين الواقع والقيمة. هذه الدراسة أو هذا الجزء الأول سيمكن القارئ العربي من اكتشاف مرحلة جد هامة من تفكير بولونزاس، خاصة وأن أغلب دراسات وكتابات بولونزاس التي نقلت إلى اللغة العربية هي كتابات تعبر عن مرحلة لاحقة تميزت بتأثير الفيلسوف الفرنسي لويس ألتوسير على الفيلسوف بولونزاس. في هذه المرحلة طبعا كان بولونزاس متأثر ومهتم على نحو أكثر بقضايا السلطة والدولة. أما في المرحلة التي يعبر عنها هذا البحث، فالمشكلة الأساسية التي يحاول بولونزاس معالجتها هي مشكلة العلاقة القائمة بين الواقع والقيمة، وأهمية تجاوز الثنائية أو الفصل الذي أقحمه كانط في تاريخ الفلسفة وفي تاريخ الفكر الفلسفي والقانوني أيضا بين الواقع والقيمة. من هنا أهمية هذا البحث. توجد أيضا أهمية ثانية لهذا الكتاب، وهي أنه يعبر عن أهم محاولة في الفلسفة المعاصرة من أجل إنتاج فلسفة وجودية ماركسية بخصوص الحق، خاصة وأن بولونزاس في هذه المرحلة كان متأثراً بالفلاسفة الوجوديين والماركسيين آنذاك، خاصة جون بول سارتر، لوسيان جولدمان وجورج لوكاش. هذا الاهتمام الذي صبه بولونزاس حول موضوع الحق وحول فلسفة الحق راجع أساسا لكونه قد درس القانون في اليونان ابان مرحلة ديكتاتورية الجنرالات، وكان آنذاك ملتزما في نضاله السياسي ونضاله الحزبي. ثم بعد هذه التجربة ذهب إلى ألمانيا
ليدرس فلسفة الحق وعلم اجتماع الحق. وهنا سيتعرف بولنزاس على مجموعة من المفكرين الوجوديين والظاهراتيين الألمان، وبعد المختصين القانونيين الذين كانت لهم كتابات جد مهمة بهذا الصدد، وسيعمل على دراستها ونقدها نقدا فلسفيا صارما. من بين هؤلاء الكتاب نذكر مايهوفر، أدولف ريناخ، فيشنر، وهانس فيلزل صاحب نظرية الفعل النهائي. إذن هذا عموما هو غرضي من هذه المداخلة، هو أنني أخبر المتابعين باقتراب صدور هذه الترجمة العربية مع مؤسسة دار بن رشد للنشر والتوزيع، وأيضا سأستغل الفرصة لأوجه كلمة شكر في هذا الصدد إلى صديق والرفيق العزيز ياسين إزي، الذي قدم لي العديد من الملاحظات التي كانت مفيدة جدا أثناء هذه العملية، أثناء إنجاز هذه الترجمة. أيضا إلى أستاذي وصديقي نورمان أجاري، والذي كانت لي معه نقاشات جد مستفيضة في الفلسفة المعاصرة إبان دراستي في جامعة تولوز. وأيضا أشكر جميع المقربين وخاصة الصديق عثمان الهبطي الذي قام بإخراج هذه الحلقة. في النهاية أيضا أود أن أشكر مديرة دار النشر بن رشد السيدة بيسان عدوان، وكذلك أعبر عن تضامني معها لما تتعرض له من قمع ومنع من طرف النظام العسكري المصري بقيادة السيسي. عموما أدعوكم إلى تتبع الحلقات القادمة، والتي ستكون بمثابة مدخل من أجل دراسة فلسفة الحق، ومن أجل التعرف على مشروع بولنزاس الشاب، وأيضا لما لا التطرق إلى الكتاب الذين كان لهم دور حاسم في تكوين بولنزاس الفكري في هذه المرحلة، خاصة المؤرخ الفرنسي والفيلسوف الفرنسي ميشيل فيلي. أشكركم على المتابعة، وأدعوكم إلى متابعة الحلقات القادمة، وإلى تتبع صدور الكتاب في القريب العاجل، وشكراً.